زلمد باحث في الجامعة الأوروبية بفلورنس وباحث في تشاتام هاوس. مدخلتي اليوم كانت أساسا على الاقتصاد السياسي هوامش في قلب السلطة. الفكرة هو أنه تقديم للاقتصاد السياسي من مدخل الاقتصاد السياسي يعني قراءة سياسية في الظواهر الاقتصادية، تقديم قراءة لانفجار وتمدد الاقتصاد الموازي اليوم في تونس. الفكرة أنه كان مهم جدا أنه نرجع إلى ما قبل 2011 لفهم العوامل اللي أدت فيما أدت إليه إلى أنه انتشار الاقتصاد الموازي في تونس. وكان مهم جدا أيضا التركيز على التوازنات الاقتصادية والسياسية اللي أدت إلى انتشار الأسواق السوق الموازية، إلى انتشار التهريب وغيره. ثم انتقلنا فيما بعد 2011 إلى التفكير عمليا، لأنه اليوم في تفكير عمليا في ما هي سبل الحد من الاقتصاد الموازي. الفكرة اللي خدمنا عليها وحاولت أني نوصلها للسادة الحضور هو أنه الحاجة اليوم في تونس إلى سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الموازي كجزء من الاقتصاد التونسي ككل، لأنه ليس في معزل عن الاقتصاد التونسي. أي حل للاقتصاد الموازي ما نجم يكون إلا عن طريق إيجاد حل هيكلي للاقتصاد التونسي، ما نجم يكون أيضا إلا عن طريق إيجاد حلول وسياسات تنموية تخلق بدائل في المناطق الداخلية وفي المناطق الحدودية، وعن طريق خصوصا تطوير رؤية استراتيجية للخيارات الكبرى للاقتصاد التونسي. ثم في مرحلة ثانية إلى إيجاد آليات عملية لتنزيل السياسات أو الرؤية الاستراتيجية هذه في إطار سياسات عمومية. أنا تقديري أنه مؤسسات المجتمع المدني اليوم مطروح عليها في تونس المشاركة والمساهمة في رسم سياسات عمومية، في تقديم اقتراحات لصنع القرار في تونس، في تقديم توصيات لصنع القرار في تونس حول التوجهات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والإصلاحات الكبرى. يعني ربما مرينا من مرحلة المجتمع المدني اللي أكيد يلعب دور في الاحتجاج، يلعب دور في رفض توجهات اقتصادية أو سياسية معينة، إلى مرحلة المطلوب أيضا من المجتمع المدني أنه يكون قوة اقتراح. وتركيز على السياسات العمومية مسألة مهمة جدا، لأنه تونس اليوم دخلت في مرحلة مهمة، مرحلة وضع إصلاحات، تصور إصلاحات، تصور توجهات كبيرة، سواء كان في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي أو في علاقة بالوضع السياسي، مسألة اللامركزية ومسألة إدارة الشأن السياسي وإدارة التوازنات السياسية الجديدة الموجودة في البلاد. فبالتالي مهم جدا على مش من مساهمة مؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحث أنه يكونوا فاعلين ويلعبوا دورهم في كقوة اقتراح وأيضا ك كونتر بوفوار عمليا، إما للتصدي لديريف دو بوفوار أو لتقديم مقترحات تكون بناءة وتكون قادرة على إيجاد حلول وإيجاد تصورات بلور تصورات للمشاكل اللي تعرفها اليوم البلاد.